كيف ترون تجاوب الاقتصاد المصري مع خطط التحفيز؟ يعني كان هنالك خطط تحفيز مصرية عامة، وأيضا أنتم كوزارة الصناعة والتجارة أطلقتم خطتكم التحفيزية الخاصة، لكن المهم التجاوب، كيف تم التجاوب؟ يعني احنا بالأمس أعلننا نتائج الأداء الاقتصادي في الربع الأول عام 2009، كانت هذه النتائج إيجابية لأن نسبة النمو في مصر كانت 4.3%. لو رجعنا للربع الذي يسبقه وهو نهاية العام الماضي كانت 4.1%. ده دليل على أن الخطة التحفيزية فعلا ابتدت أنها تؤدي تأثيرها، وأن احنا النهاردة لقينا صعود في نسبة النمو في الاقتصاد المصري، وهو من الاقتصادات المحدودة في العالم اللي رأت هذا الصعود في الثلاث أشهر الماضية. الحوافز اللي وضعتها الحكومة المصرية كانت لمدة 6 أشهر، تم صرف أكثر من 70% منها، سواء كان في الاستثمارات الحكومية أو لدعم نشاط الصناعة والتصدير والتجارة في مصر. احنا شايفين أن الحكومة المصرية بدأت مبكرا في تناول يعني مواجهة هذه الأزمة، ورد الفعل إيجابي بقدر أكثر مما كنا نتوقع. دعنا بس نحدد الأرقام، خطة التحفيز العامة كانت بحدود 15 مليار جنيه، صحيح؟ صحيح. وقد إيه حجم خطة التحفيز الخاصة بوزارة الصناعة والتجارة؟ تقريبا 6 مليار. طب هل هذه 6 مليار كافيه لتنشيط القطاع الصناعي المصري مثلا؟ هنالك نعلم ازمه بطاله كبيره في مصر حاليا. لا، هو طبعا الغرض كان من هذه الخطه هو تقليل اثار السلبيه للازمه الاقتصاديه العالميه. متوقع كان انخفاض في الصادرات وهذا حدث فعلا. كان متوقع انخفاض في الاستثمارات الصناعيه وهذا حدث. كان متوقع انخفاض في نسبه النمو وهذا حدث، ولكن الشيء الايجابي ان النهارده ما زالت الصناعه بتنمو بمعدلات اعلى من 3.5%، ما زالت الاستثمارات الصناعيه بتعتبر الاستثمارات الاولى في مصر، الاستثمارات المصريه والاجنبيه في الصناعه ما زالت متواليه، وحتى فيما يخص الاسواق الخارجيه احنا متوقعين ان احنا هنسترد جزء كبير من الانخفاض اللي تم، وبالتالي الحوافز التي اعطيت في الفتره السابقه ليست الهدف منها ان احنا ما نحسش باي تاثير، ولكن قد الغرض منها ان احنا نقلل من هذا التاثير وندي في نفس الوقت حافز اضافي للاستثمارات بالذات في الصناعه في الفتره الحاليه، وهذا ما حدث فعلا. كان هنالك الكثير من الجدل حول حجم الاستثمارات الصناعيه الاجنبيه والعربيه في مصر، كان هنالك حديث عن تاجيل او الغاء لبعض الاستثمارات الصناعيه. اعطيك مثال، شركه اديار القطريه كان عندها استثمار صناعي محدد في منطقه الاسكندريه، وعلى ما يبدو تم تاجيل هذا الاستثمار، هل تواجهون مشكله على هذا؟ انقطع الاتصال. إذن في سياق استعداد الوزير رشيد محمد رشيد للإجابة عن سؤال حساس طرحته لبنى، مش عارف بقى يمكن انقطع عمدا ولا ايه؟ مقصود لا اظن ذلك طبعا. تعرف الاقمار الصناعيه لها مزاجها الخاص. الان لم يتبقى لدينا الكثير من الوقت الحقيقه، وهذه التغطيه هي تغطيه مبدئيه، يعني نحن نفتح الباب لتامل المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت وما يمكن ان يربحه العرب منه. يعني تحدثنا كثيرا بلهجه المتشائمين، لكن في النهايه لابد من مكاسب. كبار اقتصاديين ورجال أعمال من العالم على أرضنا يا أستاذ كركوتي، ولا بد أن هناك مكاسب يا أخي ولو طفيفة، كيف تراها؟ لا أرى مكاسب كبيرة آنية وربما على المدى البعيد، لأن كما تعلم لأن الأزمة الاقتصادية سحبت الأموال من جيوب كل المستثمرين وكل رجال الأعمال القادمين إلى المنطقة. أرى أنه تجمع مهم جدا لتبادل الأفكار وتبادل ووضع الدراسات ووضع البحوث ومناقشتها والتعاطي معها كآليات عملية يمكن أن تطبق أو لا تطبق. نعم، أما أنا لا أعول كثيرا على هذا المنتدى، لا أعول أبدا على هذا المنتدى، لأن ليست هناك امور واضحه، وكما نرى حاليا من خلال البرنامج مزحوم جدا الى ابعد الحدود، لا يمكن ان يناقش قضايا مصيريه. نعم. وخاصه تتعلق بالمستقبل العالمي. الا تتصور يا اخي انه حتى على الاقل سيروج لمنتجع البحر الميت، لمنتجعات البحر الميت في الاردن، ودي حاجه كويسه يعني بالنسبه للاردن. هذا جانب مهم بالمناسبه، حسب الاحصاءات الاخيره شهدت طبعا الفنادق في الاردن اشغال 99% خلال هذه الفتره، لكنها يومين ثلاث ايام.
الآن أنت تتحدث عن نمو سياحي على سنة كاملة، هذا لا يوفره منتدى دافوس ولا غير منتدى دافوس. لعلك أكثر تفاؤلا أستاذ عبد العزيز. الحقيقة أنا ممكن أنظر للفائدة من حيث يعني مناقشة كيف يمكن لهذه الدول أن تستفيد من تجارب الدول الأخرى فيما يتعلق بكيف يمكن أن تتعامل ومع التبعات المترتبة على الأزمة الاقتصادية العالمية، بحيث يكون التركيز على اقتصاديات هذه الدول والجوانب اللي تتأثر فيها فيما يتعلق مثلا بمدى قدرتها على التكيف مع انخفاض الطلب العالمي على المواد التي تنتجها، ما يتعلق بكيفية أو قدرتها على التكيف مع انخفاض أسعار البترول، كيف تستطيع مثلا أن تأخذ يعني تستفيد دروس بالنسبة لعملية تكيف المؤسسات المالية. وهذه ناحية نوعا ما إيجابية، لأن معظم المؤسسات المالية العربية يعني تأثرها كان نسبيا أقل من بقية الدول الأخرى، يعني باستثناء يمكن الكويت إلى حد ما قد تكون عندهم كان تأثرهم أكبر شوي. هذه نعتقد هذه الجوانب، وبالتالي ممكن يكون هناك متابعة واستفادة من يعني الأبحاث والدراسات اللي ستقدم، ولا طبعا ثلاثة أيام لا يمكن أن تستوعب يعني فيها يعني لو 40 موضوع لو كل موضوع عايز له منتدى أصلا ما يمكن تحضر. نعم. دافوس سويسرا كمعيار، حتى دافوس سويسرا لم يحقق شيئا كثيرا الذي عقد قبل 4 أشهر في دافوس الحقيقية، طبعا في سويسرا لم يحقق شيئا كثيرا جدا سوى نقطة واحدة، وهي ضرورة أن يعمل العالم وفق نظام مالي مصرفي أخلاقي. هذه أهم نقطة في كل منتدى دافوس دافوس سويسرا، فما بالك في منتدى دافوس البحر الميت أو على هامش دافوس سويسرا. أعتقد بأن الأمور تحتاج إلى وقت طويل، تحتاج إلى منتديات أخرى أكثر، وتحتاج إلى ظروف صحية اقتصادية أكثر. هذا المنتدى لا يحل الأزمة ويطرح الأزمة. هو الأصل يعني من المثالية المسرفة أن تتصور أن الإنسان سيصير ملاكا، يعني الحقيقة الاقتصاد فيه قذارته كأي قطاع رئيسي من قطاعات الأنشطة الإنسانية، فيه القذارة الخاصة به، يعني اللي هو بطن القطاع اللي تجد أنه فيه مضاربة وفي دوس على رقبة الضعيف ومحاولة للحصول على المغانم بأي طريقة ممكنة. الاقتصاد لا يمكن أن ينظف وإلا أصبح نشاط غير إنساني يا أستاذ عبد العزيز. هو الحقيقة يعني لابد من هل يمكن أن يصير نشاطا خاصا بالملائكة؟ بس لا تنسى أن المشكلة الأساسية جاءت عن إما بسبب عدم وجود ريجوليشنز كافية، عدم وجود ضوابط، والشيء الثاني أيضا عن طريق تجاهل الضوابط الموجودة. يعني الناس اللي كانوا يصدرون السندات العقارية هذه ويبيعونها من شخص لآخر، هو كان صار أصبح يعني هو يعتقد أنه خلاص هو آخر مرة يبي يشوفها أو يبي يسأل عنها أو يبي يفكر فيها لحظة ما يعدها، وحتى أنه صار يمكن يوحي للشخص اللي بيشتري البيت يوحي له بأن يرفع دخله علشان يقدر يدفع قسط أكثر. بالنهاية هذه بيتخلص منها وتروح، وهذه طبعا هذا المشكلة الأساسية. المشكلة أنها الدولة اللي يعني أكثر دعوات تجي منها للترويج للاقتصاد الحر والحرية الاقتصادية إلى آخره هي جاء البلاء منها، هي المصيبة. فهناك حاجة أساسية أولا للتركيز على مصدر البلاء. أيوة. مصدر البلاء. أنا أتصور أن الاقتصاد العالمي يحتاج إلى حالة أبوية لحل الأزمة على الصعيد بمعيار أبوي لحل الأزمة الاقتصادية، لكي نتفادى ظهور برنارد مادوف آخر سرق 65 مليار دولار من أموال من بينها أموال جمعيات خيرية. لذلك لابد أن تكون هناك حل على أنا أسميه دائما بمعايير الأبوة، خصوصا عندما تكون هناك أزمة، وأزمة طاحنة تنال من الطفل وتنال كمان من أستاذ الجامعة وتنال من الباحث عن البحث العلمي. أنا لا أعرف يعني هل فعلا تتصوران إنه الاقتصاد العالمي يمكن أن يكون إنسانيا أكثر؟ نعم. يا عزيزي تاريخ الحركة الاقتصاد العالمي في 1000 سنة الأخيرة لا يقول ذلك، لم تكن هناك لحظة كان فيها هذا الاقتصاد إنسانيا الحقيقة. إذا قبرت المعايير معايير السوق التي تقول أن السوق يجب أن يكون خالي من الضوابط، إذا انتهت هذه الحالة ستأخذ سوقا جيدا مع مجتمع جيد، لأن
تاتشر ريغان وهذه النظريات الاقتصادية أو المواقف الاقتصادية، لا أقول نظريات أو المشاريع الاقتصادية، تطرح الاقتصاد دائما وكأنه سوق مفتوح بلا مجتمع، لأن المجتمع لا قيمة له في هذا في هذا المفهوم. لكن في النهاية إذا لم يكن هناك له قيمة كزبون كمستهلك في النهاية، إذا لم يكن أنا لا أستطيع أن أفهم هذه التركيبة. إذا لم يكن هناك مجتمعا، كيف أين السوق؟ نعم، والسوق هي التي تخلق هذه، المجتمع هو الذي يخلق السوق. لكن العشرين سنة الماضية كان الاقتصاد العالمي يقوم على مبدأ أن السوق إذا أخطأت تصحح نفسها، وصحح نفسها في الطريقة التي شهدناها في سبتمبر 2008 دي انتحرت ذبحت نفسها وذبحت الأخرين. يعني الكلام الأخير هو كلام قد أختلف أنا معه، لكن هذا لا يهم إطلاقا، أنه بالفعل العالم قد يكون قد يخلق الآن تجل اقتصادي أكثر إنسانية. نعم. يعني فعلا هي الحقيقة، طبعا ما هي المشكلة هل يصبح إنساني وغير إنساني؟ على مدى 20 أو 30 سنة مثل ما أشار الدكتور، كان هناك دائما تركيز على أن الاقتصاد قادر على أن يصحح نفسه بنفسه، وبالتالي فككوا كل الأنظمة والإجراءات والرقابة من هذا المنطلق. الآن اتضح طبعا أنه تعلمنا بطريقة صعبة جدا بعد ما وقعت الكارثة. الآن هناك حاجة إلى وضع هذه الضوابط الموجودة والمتابعة والرقابة. وطبعا في شيء أيضا جديد، الشيء الجديد وهو تدخل الحكومات بشكل كبير جدا من خلال البيل أوت، يعني إعطاء قروض وتأميم، حتى وتأميم لها، يعني ممكن تسميها تأميم مؤقت. يعني الأمريكيين يعني يصابون بالقشعريرة حينما تقول لهم تأميم، إنما هو إيه؟ وضع يد الدولة على الحصة الأكبر من المؤسسة الفلانية، يحبون هذا التعبير. أحد نواب مجلس الأمم، أحد نواب الأمريكيين في الكونغرس مربوط في مجلس الأمم البريطاني، قال عندما طرح جورج بوش خطة الإنقاذ البالغة 700 مليار، وكان معه بيرنانكي اند و بولسون وزير المالية السابق، وصفهم بالبلاشفة الثلاثة. البلشفي بوش واحد، البلشفي بولسون اثنين، البلشفي بيرنانكي، لأنهم بالفعل هي 700 مليار هي عمليا فيها جانب تأميمي للمؤسسات. لكن تذكرني أستاذ كركوتي بكاريكاتير يعني لا يخرج من ذهني أبدا، بعد شهر تحديدا من بداية الأزمة، أظن أنه نشر في اللوفي جارو الفرنسية أخبار الأزمة، وباعت الصحف يلقون بالصحف للناس، ففي صحيفة ألقيت على قبر كارل ماركس، فالجزء الأخير من الجزء السفلي من الكاريكاتير فيه ماركس يرقص طربا في قبره. والله العالم يتجه إلى يعني شكل من الاشتراكية، يعني الاشتراكية ممكن هذا الكلام؟ هم طبعا يعملوها الآن باعتبار أنها هي الحل اللي لا بد منه. يعني لو لم تتدخل هذه الحكومات بالطريقة اللي حدثت، كان سيكون بدلا من ركود اقتصادي سوف يتحول إلى كساد، وسوف تطول مدة الأزمة بشكل كبير. فما كان هناك، يعني أعتقد لم يكن لديهم خيار في ضرورة التدخل والتأميم المؤقت، بحيث أن بالذات البنوك اللي لديها أصول مسمومة على ما يسمونها، وبحيث أنها يعني الدولة تستولي عليه وتعيد هيكلة هذه المؤسسات وتبيعها مرة ثانية للقطاع الخاص، وهذا طبعا شيء ما حصل في السابق. ولهذا أذكر المانشيت الرئيسي لجريدة تايمز، وهي ليست يسارية بالمناسبة، هي بين الاثنين، وتقول للمصرفيين: يا مصرفيين العالم اتحدوا. نقلا عن الشهيرة لكارل ماركس: يا عمال العالم اتحدوا. فقلبتها ووضعت المصرفيين بدل العمال، لانهم يجب ان يتحدوا. يا راسماليين العالم اتحدوا. الحقيقه انه هذا المنتدى من فوائده الرئيسيه التي ربما تكون واضحه امامي الان، انه يمنحنا الفرصه لمناقشه القضايا الأساسية. نعم. يعني هو يطرح الآن أمامنا بوضوح على مائدة البحث
المصاعب التي تواجه الاقتصادات العربية في اللحظة الراهنة. من هذه المصاعب التي نعرفها نحن أكثر من كلاوس شواب بكثير، وهو مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، إنه العرب لا يبيعون ولا يشترون من العرب الحقيقة. يعني أرقام التبادل التجاري العربي مخجلة إخجالا شديدا. وتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة لسه لم تفعل. نعم. أنا سأقول لك أن على أرفف المحال في الرياض تجد السردين الإسباني ولا تجد السردين المغربي. قل لي ليه بالله عليك يا أستاذ عبد العزيز، لماذا؟ الحقيقة هي مختلف التعقيدات، وأكثرها تعقيدات إجرائية. تعقيدات إجرائية فيما يتعلق بعملية النقل، فيما يتعلق بالتخليص الجمركي، فيما يتعلق بوجود أنظمة أحيانا هي وضعت بشكل عام ولم تأخذ في الاعتبار اتفاقيات الوحدة الاقتصادية العربية. ولذلك تجد مثل ما تفضلت يعني التبادل التجاري بين الدول العربية محدود جدا. هناك من يقول أنها أصلا الاقتصادات العربية يعني لا توجد بينها ظروف التبادل أو التكامل. يعني هنا معظم مثلا إذا أخذت اقتصاديات من دول الخليج كلها قائمة على البترول، لكن هناك مثلا الدول الأخرى التي عندها منتجات زراعية، نوع من المنتجات الصناعية. صحيح. ولكن صحيح. لا أعتقد أن ليست هي المشكلة فقط محصورة بالرغبة. يعني هناك اتفاقيات على الورق وهناك رغبة، ولكن ليس هناك يعني متابعة جيدة لتذليل كل الصعوبات التي تعترض تنشيط التجارة. ومن الذي ينبغي أن يتابع ثم لا يتابع؟ الحكومات؟ الحكومات من جهة وجامعة العربية. طيب إذا كانت الحكومات تخذلنا في هذا الأمر نلجأ لمين؟ يعني للأمم المتحدة ونقول لها تابعي التبادل التجاري العربي البيني؟ لربنا ولا لا؟ لا، الحقيقة كثر الكلام في هذه النقطة والعرب يتكلمون عنها بمرارة ثم لا نجد تحركا على أرض الواقع. لعل الأمر كما قال الأستاذ عبد العزيز، يمكن العرب بينتجوا ذات السلع فلا يحتاجون أن يبادلوها مع بعضهم. والسبب أنه ليس هناك تنسيقا استراتيجيا في هذا المجال بين الدول العربية. لو كما قلت دبي صنعت هذا المنتج ومصر صنعت منتج آخر، حتى هذه ليست موجودة حاليا في التعاون العربي على المستوى الاستراتيجي للمنتجات الصناعية أو غير الصناعية، حتى الخدمات أيضا في هذا المجال. حتى على صعيد الخدمات لماذا لا تكون هناك يعني عملية في مجال السياحة؟ أتى سائح إلى دبي، لماذا لا تكون هناك آليات لكي يعني يستغل وجوده في المنطقة ويذهب إلى مصر مثلا؟ الباكيجز كما يقولون مثلا، اللي هو السياحة المتتالية. إيه؟ يعني أن تكون محطته دبي ثم محطته الخبر ثم محطته مثلا شرم الشيخ ولحتى مصر. أيوة، ولحتى الأردن. هذه هي غير موجودة، وأعتقد أن العرب يحتاجون إلى نضوج كبير، ليس فقط على المستوى الاقتصادي ولكن أيضا على المستوى السياسي. وأنا أختلف مع الدكتور السابق الذي تحدث على أن الدكتاتورية يمكن، دكتور محمد أبو علي، دكتور أنه يمكن الدكتاتورية أن تؤسس مجتمعا أيا كان هذا المجتمع، وأن يكون هذا المجتمع مزدهر. أرفض هذا، لا أستطيع أن أقبل هذا. لابد أن تكون هناك كما قلنا التبادل الطبيعي للسلطة، التبادل الطبيعي للخبرات، التبادل الطبيعي لكل شيء بما فيها طبعا تكافؤ الفرص. دعني فقط، أنت تعرف أنني كنت أتفق معك تماما في حضور الدكتور محمد.